السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن سلسلة شهيوات ريحانة كمان غادي نقدم لكم اليوم كرواسون بالشوكولا. كنحتاجو المقادير 500 غرام من الطحين الأبيض اللي هو الفورس، القليل من الملح، كنحتاجو 3 معالق كبيرة من السكر سنيدة، هو هذا هو في المجموع عندي 4 معالق ديال السكر، هادو 3 معلقة ديال السكر، كنضيفها قليل من الحليب السائل كيكون دافئ، وكنضيف 1 معلقة متوسطة من خميرة الخبز كما تلاحظوا، كنخمرها، كنضيف 1 معلقة كبيرة من السكر، الحليب السائل، ومعلقة متوسطة من خميرة الخبز، من الأفضل خميرة حبيبات، كنخليهم مع بعض حتى كيتفاعلوا. كما كتلاحظوا نحتاجو البيضة كاملة، كنحتاجو 1 معلقة من خميرة الحلويات اللي هي البيكنج باودر، كنحتاجو الحليب السائل كيكون دافئ، طبيعة الحال الطحين كيكون مغربل هو منخول، نعمل حفرة في الوسط، غادي نضيف البيضة، كنوضع السكر اللي هما 3 معالق كبار، غادي نفرغ الخميرة اللي سبق وخمرت، نضيف ايضا خميره الحلوى، نخلط هاد العناصر مع بعض، نحاول باش تذوب لينا السكر، كنضيفو سكر فانيلا او قشره الحامض او اللي حبيتو، اي نكهه بالنسبه لي انا ما غادي نضيف حتى نكهه، غادي نبدا نضيف الحليب، لازم تكون عجينة رطبة ماشي قاسحة، انا كنفضل تخدم بيدية ما تستعملش العشان، كما كتلاحظوا كنضيف الحليب شويه بشويه، ما كنضيفوش دفعه واحده، حيت مازال غادي ندلكها بالزبده، كما كتلاحظوا غير جمعتها ما دلكتها ما والو، نحصلوا على واحد العجينه رطبه، كنحتاجو 3 معالق كبار ديال الزبده كتكون رطبه، غادي نبدا نضيف شويه بشويه، كندلك به العجين، نحاول نمسحها في الاطراف بهذه الطريقه، حتى كتدخل اللهاج، نفس الوقت كندلكو في نفس الوقت كندخلو الزبدة،
كما كتلاحظوا تخلات، غادي نضيف قطعة أخرى، دائما نحاول نوزعها، كنستمر هكذا حتى كنضيف الزبدة كلها اللي عندي. كنضيف قطعة تالتة اللي بقات، دائما نحاول ندهن هاد الشكل هذا، وكان ندخلها للعجينة. كنستمر في الدفء حتى كتدخل الزبدة كاملة، كما كتلاحظوا كنحصلوا على واحد العجينة اللي كتكون رطبة. غادي نخليها تخمر، نغطيها ببلاستيك غذائي ولا بمنديل، نخليها تقريبا واحد 20 دقيقة بحال هكاك، ونتلاقاو بعد مرور 20 دقيقة. كتلاحظوا العجين كيختمر، غادي نقسمو على جوج، نحاول يكونوا كريات متساوية. نحصلو على جوج كرات، غادي نبسط الكرة بشكل دائري، كما كتلاحظو عجينة رطبة. يمكنكم تستعملوها للشناك، البريوش، كما قلت قبل تستعملو اي نكهة، شرط حامض ولا سكر فانيلا. كنبسط حتى كنحصل على دائرة كبيرة، من الافضل تكون رقيقة. غادي نخليها ترتاح شوية، ونفس الشيء غادي نبسط الكرة الثانية. كناخد ناعورة مسننة أو سكين، ونقطع العجين النصف، نحصلو على 8 ديال الجلاتات. كنضيف قطعة الشوكولا، كنبدأ نقلب. هذا الشكل هذا، يمكن لكم تلفوا الجوانب او تخليهم بهذا الشكل. كنوضع صفحة ديال الفرن، نفس الشيء حتى كنكمل. شوكولا كن تبلف، نفس الشيء الكرة الثانية، حتى هي كنقطعها بنفس الطريقة.
الا بغيناهم صغار كنقطعو كل مثلث على 3. نفس الشيء كنوضع قطعة الشوكولا بهذا الشكل هذا وكنلف كنحصلو على هذا الشكل. كنعمل نفس الصفيحة ديال الفرن غادي نخليوها تخمر الوقت الكافي ديالها 20 دقيقة نصف ساعة. المهم غادي تلاحظوا الحجم ديالها كيتضاعف كما كتلاحظوا العجينة خمرات وكتحط الاصبع ديالك كي العجين كطلع يعني واضحة انها خمرات. كنحتاجو البيضة كاملة خفقتها مع قليل من الحليب السائل. ممكنكم تستعملوا قطرات من الخل باش نزوقو الزفور ديال البيض. كندهن الوجه ديال الكرواسون هنا. انا خديت رقائق اللوز اختيار يمكن لكم ما تستعملوش. غادي نضيف غير نصف الكميه ديال الكرواسون غادي ندير لها رقائق اللوز يمكن لكم تستغناو عليه. حاولوا نقادو على الوجه بهذا الشكل هذا. كنستعمل ندهن باقي الكرواسون ديالي وندخل الفران اللي كيكون سخون من قبل حتى تنضج وتحمر ونقدموها بصحة وراحة. الشكل النهائي للكرواسون هو هذا. هذه اللي درت لها رقائق اللوز هذه خليتها عادية. هذه في الاخير رشيتها بسكر غلاسي اللي هو السكر سقي وعملت لها خطوط من الشوكولا. ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. كما لاحظتوا طريقه سهله ما كاينش شي صعوبه. الى عجبكم الفيديو شاركوه مع الاصدقاء وعملوا جيم. يمكن لكم ايضا تشتركوا بالقناه ديالي. نفتح لكم قطعه من الكرواسون شوفوها من الداخل كما كتلاحظوا كتجي مثل العجين مورق. ان شاء الله تجربوها بالصحة والراحة. نقسمها من هنا باش نشوفو الشوكولا. هاهي واضحة كما كتلاحظو عجينة هشة رطبة. الى الملتقى ان شاء الله.